كعرض رسمي يعرض علينا في الإطار الرسمي. حتى الآن لم نتلقى عرضا واضحا لمناقشته ولبحثه وللغوص في تفاصيله والتفاوض حوله. ولكن أنتم منفتحون على مناقشة مثل هذه العروض، صحيح؟ كما قلت، البيت الفلسطيني، سبل ترتيب البيت الفلسطيني كثيرة، والأولوية الآن يجب أن تنصب في كيفية وقف العدوان. المشكلة ليست ترتيب البيت الفلسطيني وليس من يحكم، المشكلة كيف يتوقف هذا الاحتلال عن جرائمه وعن قتله. المشكلة في الاحتلال وليس المشكلة في حماس وليس من يحكم قطاع غزة. المشكلة هناك إرهاب إسرائيلي يقوم بقتل الأطفال والنساء. هو هذا، يعني أنا أفهم أن هذا القتل كي تحكم السلطة في قطاع غزة، وكي تأتي الحكومة في رام الله لتحكم في قطاع غزة. إذا كانت هذه الإجابة، هذه كارثة. إذا كان كل هذه الطائرات وهذا القصف وهذه الدبابات كي تأتي السلطة الفلسطينية لتحكم، أنا أرجو من السلطة، أتمنى من السلطة أن تقول ذلك، أو أن تقول الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي أن هدفهم أن تأتي السلطة على ظهر دبابة ليعلنوا ذلك، أن هدف هذه الحرب هو السلطة. بالتأكيد ليس كذلك، نحن على ثقة أنه ليس كذلك، ولكن من الخطير أن يصبح الموقف ذلك، والنقاش السياسي الفلسطيني أن نأتي بالسلطة إلى قطاع غزة كي يقف العدوان. طب يعني وإذا أتت السلطة ووقف العدوان، هل هذا يضركم في شيء؟ نحن مع وقف العدوان ولسنا ضد أي ترتيب يختاره الشعب الفلسطيني.